أنا بلاقي على إنه ما من مصلحة لبنان على إنه نتزاعم مع سوريا، بالعكس رغم كل اللي صار، ولازم نعالج العملية بالاتفاق والتفاهم والتفهم مع السوريين لا بالقوة، لأنه أنا بعتبر على إنه بالقوة هالمسألة دي ما بتتعالج، بتتعالج بالتفاهم والتفهم. لازم إخواننا السوريين يفهمونا ولازم نحن نفهمهم ونتعامل على هالصعيد هذا، ولا من مصلحتنا أبدا على إنه السوريين يطلعوا مقهورين، ولا من مصلحتنا على إنه السوريين يطلعوا من عنا إلا بالصداقة معهم، لأنه ما بتوفي معنا. إذا كان كل الناس معنا، كل العالم معنا ونحن متعادلين مع سوريا، هذا رأيي الخاص، ويمكن كثير من اللي عم يسمعنا يمكن منه من رأيي، ولكن أنا بكون بلا شرف وبكون مني صادق مع لبنان إذا كان ما قلت فكرتي، وهذه فكرتي، وما بكون جبان إذا كان ما قلت فكرتي.